الحقيقة كان في مشروع قرارات متعددة في المجال الشبابي والرياضي، لكن أهم يعني المواضيع النهاردة بأشرف على ثقة يعني جميع السادة الوزراء لشخصي وأيضا لجمهورية مصر العربية على تولي رئاسة المكتب التنفيذي ورئاسة هذه الدورة من اجتماعات أو المجلس الشبابي الرياضي لوزراء الشباب والرياضة العرب. وطبعا هذا الشرف إن شاء الله نكون في ثقة للأداء وإكمال المسيرة اللي احنا يعني تعاملنا معها في بشكل متوازي ومتزن لجميع الأشقاء، جميع أشقاء في الدول العربية في الحقيقة، من مبادرات وأنشطة وفعاليات وتعاون. اليوم كان هناك الاجتماع المجلس الوزاري بحضور 15 وزير شباب وأصحاب السعادة السفراء، سعيدين جدا بالقرارات التي اتخذت، وسعيدين أكثر أيضا بانتخابات التي حصلت للمكتب التنفيذي برئاسة معالي الدكتور أشرف، والثقة بمعالي مرة أخرى بالانتخاب ولرئاسة المكتب التنفيذي، وأصبحت الآن مصر تحتل منصبين هما رئاسة الدورة الحالية ورئاسة المكتب التنفيذي. وطبعا أطلقت العديد من المبادرات، سواء كانت مبادرة إطلاق مبعوثين شباب لجامعة الدول العربية ولا مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأيضا إطلاق استراتيجية الشباب والأمن والسلام، إضافة إلى العديد من الأنشطة والمبادرات اللي أطلقت من الدول العربية المختلفة وتم التوافق والموافقة عليها اليوم.